بس النظام الجديد اللي احنا عاملينه في الشرطه يا مدحت شكله واكل مع الناس قوي. ده واكل جدا يا فندم، لدرجه ان النهارده في الاجتماع بتاع الوزاره كانوا بيشيدوا بكفاءته. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بصي بقى، بصي يا مدام مدحت، ها هي دي الحته اللي كنت بقول لك عليها الصبح. طيب اغير بس، شوف الماتش كام كام. لا معلش يا مدحت، احنا اغلبيه وعايزين نتفرج على الفيلم. اهي هي دي الحته يا مدام اللي بقول لك عليها، ها هيروح يقتل الراجل ابو شعر ابيض اللي قتل مراته في اول الفيلم. ها ركزي. هتنام يا حبيبي. طب يا حبيبي يلا تصبح على خير. وانت كمان تصبح على خير. ايه الحضن النص كم ده؟ هات حضن عدل. بابي 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 يا نظام، وحشتني يا ابني، وحشتني قوي قوي يا نظام. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي قوي، وحشتني قوي قوي. انت كمان وحشتني يا بابا، وحشتني وحشتني يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي وحشتني 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 قوي والله يا حبيبي. اسف، نكمل المسلسل فيلم قصدي. انا مش عارف انا ايه اللي حصل لي يا مدحت. الواد نظام وحشني قوي، نفسي اكلمه في التليفون، بس عارف ان المكالمه دي ممكن تخليه يعي اكتر. طب ما انت ممكن تطمن عليه من غير ما اشوفك. بس نظام ايه اللي هيوديه مدرسه بالليل يا مدحت؟ يما يما بكره يا باشا. بكره تسير بيه؟ بكره. اه بكره بكره صح. طب يلا نام 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 عشان نروح لبكره المدرسه. نام. ما لقيتش يعني غير المنطقه دي الجبنه فيها. لازم حته ما حدش يشوفنا فيها. انت عارف لو حد شاف اللي احنا بنعمله ده وصوره هتبقى فضيحه بجلاجل للرجل اللي على النابي، واحنا مش ناقصين كفايه فضيحه البنطلون بتاعتك. يا دي ام البنطلون، ما تنسى بقى دكتور. اخرس يا بنودي. جاهز؟ طيب الرجل على النبي هيخش وانت وراه على طول. سلام. خش. استعنى عشان بالله. عنابي. ايوه العنابي يا بتنجان يا اسود انت. عنابي. ايه الحلاوه دي يا بت؟ ده انا وربنا لو عبسال. براحتك يا سوبر السوابير. بقول لك يا بت، المنطقه دي مقطوعه وانا هغتصبك هنا. احلف. طب يلا اقلع بسرعه قبل ما حد يجي. ايه ده؟ هو انت مش فارقلك؟ لا اقلع انت الماسك وانا هقلع لك خالص. يا زباله يا بنتي. في ايه يا عنابي؟ لا لا مؤاخذه، بس انا صورت يعني اختي، لا مؤاخذه مكانك يعني. اختك؟ ايه الفصلان ده؟ لا بقول لك ايه؟ اقلع العفيته دي بسرعه ويلا انكس. ايوه بس انت لازم تعرفي ان بعد ما اغتصبك واخد منك اللي انا عاوزه انا هقتلك يا فاتن. ايه؟ ليه؟ هقتلك. اصل انا سادي، بعد ما اقتلك همثل بجثتك وبعدها هرميكي من فوق الجبل. يا لا انا عايز اروح. تعالي بس لا لا يا خرب. لا على النبي يلا. يا نهار ازرق، الرجل اللي ابنودي انت ما حرمتش يا؟ سامحني يا ريس وربنا اخر مره. ما تخافش جريان اخرق يالا. ما تبقيش تقف لوحدك تاني في حتت مقطوعه. المره دي انا انقذتك، المره الجايه يا عالم. حاضر. بس بقول لك ايه، هو انت ازاي ضربت الرجل العنيد؟ ايه ما هي على السوبر دي كده باكلها. يلا بينا. الف حمد لله على سلامتك يا بهجوكتي. الف حمد لله على السلامه على المتحدث الاعلامي للحزب. يا حرام انت بعد كده مش هتعرف تبقى متحدث، هتشاور بس وتبقى المشاور الاعلامي للحزب كده. يا شلمي، وانا اللي كنت عاوز اتجوزك
وشتتك كنت هخليك برنشيشة. اخشى عليك يا شلبي. انت مجنون؟ عايزني اتجوزك انت يا جربوع؟ يلا 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 ارجع على بلدكم، يلا ارجع تاني للجلابية بتاعتك. ماشي يا شلبي، مشينا نوديلك القلم قلمين والشعشع عين. مشيرك؟ يلا يا ابني عشان متأخرش على القطر بتاعك. يلا كده. طب مش مشافر برضه؟ وحشني قوي يا مدحت. بص يا حبيبي شكله خاسس ازاي. خاسس؟ خاسس يا فندم، ده خدوده اهي بسم الله ما شاء الله هتفرقع. لا لا يا مدحت تعبان. بص حبيبي هيروح يقعد لوحده خالص هناك. بص قلت لك هيطلع السندوتشات دلوقتي وياكل لوحده برضه. دي تاني كيسه يا فندم. معلش كل يا نزار. الوقت صعبان عليا يا مدحت. ان شاء الله هيبقى كويس يا فندم، بس اهدى. حاسس ان السبب في كل اللي بيحصل له ده. ضميري مأنبني جدا يا مدحت. بس ما كانش فيها داعي يعني تفتري كل اللي افترى ده على عنابي يا كابتن. كابتن، اولا الاسم الابنودي، ثانيا انا حذرت العنابي ده 100 مره قبل كده، كان لازم ارن له العلقه دي عشان يعرف ان بنات الناس مش لعبه عنده. بس انت ما باينش عليك كل القوه دي خالص. انا قصد ما يبانش قوتي اصلا يا انسه فايزه. فاتن فاتن. وبعدين الراجل مننا لو افترى بتبقى دي بدايه النهايه. انت متجوز؟ لا لا. وبعدين بدور على بنت الحلال اللي تقدر راجل عنده قدرات خارقه زي. طب ما تبصيلي رقم تليفونك كده في السريع وتقعدي تعرفين رنات بقى. ها انا مغير تليفوني 35 مره لغايه دلوقتي بسبب موضوع البنات ده. ادهولي انت بس وانا مش هقرفك كتير. طب مش قدام السواق الغيط ده ليه؟ يعني هيحفظ رقم التليفون وكل شويه يقول لي تعالى عايزك في خناقه، تعالى عايزك في خناقه. وبعدين انا جدول خناقات الاسبوع ده متقفل. ماشي ماشي على جنب يا اسطى اذا تكرمت. خد يا اسطى. تمام كده. كده يا كابتن 60 جنيه؟ ايوه على قد المشوار. هو كده ومش هدفع غير كده. كده ماشي. ما انت بقى عمال تلفف لي الكره الارضيه والصحراء الغربيه وتلفف لي الدنيا وجاي تديني 60 جنيه. في يا اسطى ما تبوظ الخطه. خطتي انت عمال تمعر وتفشر وضربت العنابي. ضربت العنابي؟ ايوه ضرب العنابي. ولو ما اتلمتش هضربك انت كمان. بس انا ايه؟ فانت بتبعتك اضربها بلودي. اهمل انت بقى دلوقتي. انا اسف يا اسطى. عايز كام؟ انا كده عايز 100 جنيه. انا هي بس قول ان انت عايز 100 جنيه. خد يا عم ادي 110 معاك. متشكرين قوي يا اسطى. ضرب العنابي يا قال. ما ضربتوش فيه. غلبان. ضرب العنابي يا قال. عليك يا اسطى. غلبان ولابس دبله في ايده الشمال. يعني مخلف. هنيتم العيال عشان 40 جنيه. حنين. حنين يا ابنوتي. يلا عشان نجهز بسرعه. جاهزين يا باشا. من حلاوه اكلك اللي بتعمله في البرنامج اموت واكل اكله من ايدك. لا روح موت احسن. عينيا يا باشا. صريح بيه ايه اللي انا سمعته عن بهجت ده؟ حرام ده صعبان عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا اختي. بصراحه كده انا مش عارف ليه خدتني الجلاله وانا على الهوا ورفضته. الله يومين ثلاثه بالكتير وارجعه. غلبان الوقت قوي. بس اكيد مش هترجعه للمتحدث الرسمي الاعلامي بعد ما رفضته على الهوا. لا طبعا ما ينفعش. انتي ده انت حظك في رجليك هتموتي من زمان وتاخدي المنصب ده. يلا حلال عليك يا بنت. يلا يا بنت المحظوظه. شكرا يا فندم. بس انا خايفه بهجت يزعل مني. لا ما تخافيش انا هتصرف. وانت ما تطمعيش فيا اكتر من كده. ما تجيش بقى لما ابقى ريس وتقولي لي عايز امسك الخارجيه. حاضر يا فندم. روح شوف شغلك عشان انا كمان اشوف شغلي. حاضر. يلا عرفات جاهز يا باشا. تعالى عم حمادة. بقول لك ايه، خلص بقى تنظيف وروح غير بسرعه. حاضر. ايه رايك في الصور دي يا عرفات؟ بصراحه كلها جميله. ايه اكتر صوره عجبك فيهم؟ اللي هي بتاعه البينج بونج. دي فظيحه. بتاع البينج بونج. لا هي حلوه فعلا. انا نفسي العبك بينج بونج. بتي يا نتاشا تعالي
يا بنت الغش. فيها يا بنت يا فات؟ باركيلي باركيلي يا الأساس. مبروك. على إيه؟ لقيت خلاص فتى أحلامي. مين؟ راجل عنبي؟ لا، الراجل الأبنودي. أبنودي؟ وده يطلع مين ده يا بنت؟ لقيتيه فين؟ مش مهم لقيته فين، المهم إن أنا لقيته. وحلو؟ حلو. ده في وسامة أحمد قايل على رجولة رشدي أباظة، على خفة دم محمد نجم. بموت فيه عسل. ادعي لي يا بنت يا فتي، اخوكي الحمار اللي مش شايف قدامه ده يعبرني. يا رب، ما انت برضه حقك يعني تشوفي هو بيحب ايه وتعمله له. ما انا هعمل كده، هو معايا اختراع هيتخلني اجي بتاع 50 60 كيلو كده هو في شهر. يا رب يا نتاشا يعمل مفعول ويفتح نفس عصفور اخويا عليكي. يسمع من بقك ربنا. بقولك ايه، انا همشي بقى عشان اروح اكلم ابنودي. اتكلي على الله وانا هجرب الاسانس. بتكو فلنتين ليه سوبرمان؟ الله يمسيك بالخير يا سانجا. يا بخا نجم الساطع، يلا يا روح هات الشغل يا ما تنحش. عم هيصة مستر هيصة. لا مؤاخذة مستر هيصة. طب ايه، هتفرجنا الشغل ولا ازاي بقى؟ امال ايه يا ساطع، ده انا مفاجأة اوريدي. يلا بينا ونجيب نرمينا. العب ورينا يا صاحبي. بيد اليمين. ايوه ايدك اليمين. قمر قمر بقول لك ايه، النجم بتاعنا الطقم اللي يلبسه ما يتكرهش. عم هيصة الكلام ده هيضايقني، انا مش راجل هاوي، انا راجل بروفيشنال. بس مش ملاحظ ابخا ان البدله فضفاضه شويه؟ فضفاضه ايه؟ عارف البدله دي ماركه كريستين انديور. عارف مين اللي كان لابسها قبلك؟ ليوناردو دي كابريو في فيلم السفينه التايتانيك. لا رأى. هو بيقوى عندك هنا بخا ولا ايه؟ خلاص بقى يا نجم هاشم. طب بقول لك ايه، هات الجزمه السوداء اللي هناك دي اجربها على البدله. قام كده يا صاحبي، بعد ما بقيت نجم عايز تدوس عليا. انا بقول لك هات الجزمه اللي هناك دي اجربها على البدله يا صاحبي. جزمتي عصفور اللي انا هلبسها لك، انت هتذلني. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. لا انت اللي بتذلني وبتمسح بيها الارض عشان بقيت نجم عصفور خلاص هتدوس عليا. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. انا مش عايز تقف جنبي في اول مشواري الفني. انا طول عمري واقف جنبك عصفور وانت عارف. صحيح، ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش الجمله دي، الجمله دي بتموتني. لا انا ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت، انا بتفرتك من جوه. ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. فينك حد جاف من هناك؟ جزمة يا صاحبي. لبسها لي. خد عصفور. يا عم ايه؟ تعالى اسمعك بقى الاغنية اللي انت طلبتها، الواد بعتها لي لسه من اسكندرية. طب يلا. بعتها لك على النت؟ لا بعتها لي على السوبر جيت. وصلها لي مع السواق. ماشي. اسمع، انا كاتبها جايب لك الكلام وملحنه، على اقولها كده ولا بال... لا اقولها لحن بقى عشان نشوف هنغنيها منين. ابويا وامي مات وعمي القط فات والعزال ما باتوا. يابا يابا يا خرابة. يا عم هيصة دي تقلب اجدحها فرح ميتة. يا عم هيصة ولا ايه رايك يا بخ؟ فلطحات وتنادي هتدغدغ الدنيا. حلوة يعني؟ بالصلاة على النبي. نسقط نقلة ونطلع؟ يعني نتكل على الله ولا ايه؟ لا ده لسه بقى، دي بقى هصور لك فيديو كليب بالجرافيكس. بالجرافيكس ازاي؟ انا اول مره في التاريخ هدخل الجرافيكس مصر. بس انا بسمع ان موضوع الجرافيكس ده مكلف يا عم هيصه. بيتكلف، ما هو كده كده الكليب الجديد هيتكلف جامد. ما احنا خلاص علينا. بالمناسبه انا هعلي اجري. تعلي اجرك ليه بس يا عم هيصه؟ بقولك ايه، الكليب اللي فات ضرب والباقه فيا بقى، ما انت عارف. بالمناسبة انت كمان لازم تعلي اجري. ما انت مش غرمان حاجه من جيب امك يا عم هيصه. وانا كمان برضه عايز. اوعى اوعى عصفور يا ابني، اوعى تبخل على فنك بالمال. الحقوا يا جدعان، في ناس كتير قوي هناك ماتت. ماتت ازاي؟ والله ناتاشا قلبت ريحة العارة خالص. تعال شوف في ايه. بسم الله ما شاء الله، فنجانك مليان افراح وطبل ومزامير وفرافير وبلالين. يا بنتي هو فنجان ولا عيد ميلاد؟ احلفي ان الحاجات اللي بتشوفيها دي بجد. انا عمري فنجاني خيب معاكي؟ بصراحه لا. ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه؟ ده في حاجه كده طايره كده زي ما تكون راجل ده ولا ما تعرفيش ده ايه ولا يقرب لك ايه. ده منعم. منعم اللي هيتشير من ايدينا قبل ما نتهنى عليه. لا 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 لا، منعم جنبك في الكوشه اهو. لابد. لابد. طب شوفي الواد بيرم فين كده سايح في الفنجان، شوفيه هيعرقب لك الجوازه ولا ايه. لا بيرم هو واقف وبيضحك. بيضحك؟ طب الحمد لله. بس ضحكه صفرة وفيها غل. ليه يا بيرم؟ ضيعت عمري عليك وما حرمتكش من حاجه، مطلعاك ولد شبعان ليه يا بيرم؟ بصي بقى يا بطتي،
الواد منعم اثبت حسن نيته وانه بيحبك وشريكي وما بيلعبش بيكي. الكره دلوقتي في ملعبك. ايوه في ملعبي ولازم اشوطها في الجون. والواد ده بقى بيرم او ما يخش عليا هقول له ايه يا بيرم ضيعت عمري عليك كفايه كده انا زهقت من خدماتكو انا هتجوز ومش عايزاك تقول لي مبروك حق. ولو قلت لا قسما عظما يا ابن الجزمه قسما عظما يا ابن يا ابن الايه ابن حلال. مش قلتك لابس اخضر اخضر فاخضر شايفه الكاب الكروت ده اللي جايبهوله تعيش وتجيب يا حبيبتي. استاذن انا بقى. لا خليكي قاعده معايا. مش هينفع. ليه؟ يا دوب اعمل لقمه لجوزي بقى قبل ما يجي. ما وصيكيش. ايه اللي جاب الست دي هنا؟ انت مش عارفه اني ما بحبهاش ولا هي كمان ولا ايه؟ بتحبك يا حبيبي. هو ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه مالي في ايه؟ مش تحترمي سنك؟ وانا ايه اللي عملته غلط؟ اقعدي عايز اتكلم معاك في موضوع. ابن حلال انا برضو في موضوع عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ قول انت الاول. تقول لها ازاي دي؟ طيب شوف يا فاطمه بقى البني ادم مننا مهما كبر مسيره في الاخر للجواز. كانك بتقرا اللي في دماغي. وفي النهايه مفيش حد بينفع حد ولا حد بيفضل لحد. بقك بيدلدق حكم يا ولا؟ بتوقع حكم من بقك كده؟ والفروق الصغيره اللي بين الراجل والست بتدوم مع الوقت. برافو عليك عين العقل. باب اوضه النوم اول ما بيتقفل مفيش بين الراجل والست اي فروق بتدوب ايس كريم. بالظبط. وانت عارفه يا فاطمه في الزمن الاسود اللي احنا فيه ده الواحد لو لقى عروسه كويسه يبوس ايده وش وظهر. قصدك عريس؟ عروسه. عريس. عروسه. عريس. عروسه. عروسه يا فاطمه. عروسه. عروسه. ما ابنودي بقى حمل تقيل قوي على كتفنا انا وانت وجه الوقت ان احنا نخلص منه ونرميه في اي داهيه. ايه اللي جاب سيره ابنودي في كلامنا؟ ما انا جايب عروسه لابنودي بس هتعجبك قوي. ابنوزي جاري تفقد المعادي والوضع هادئ وامن. شكرا. اسف يا مدحت. بقولك يا مدحت عايزين نعدي نجيب حاجات للبيت قبل ما نروح. نروح فين يا فندم؟ نروح البيت عندك. انا ناوي بكره الصبح افطركم بيب البسطرمه انت والمدام والاولاد هتدعوا لي. هو حضرتك مش ناوي تصلح مدام دينا بقى ولا ايه يا فندم؟ والله انا ناوي بس انا عارف ان انا مش ناوي يعني. انا سهل. ايه ده؟ ايه اللمه دي؟ اقف اقف يا مدحت اقف. خير يا شباب اللمه في ايه؟ حرام يا باشا اللي بيجري هناك ده حرامي سرق الموبايل وطلع يجري. ما تقلقش ما تقلقش النظام الجديد يا مدحت. جديد يا فندم. ده موبايل هديه من وزاره الداخليه. امسك. ده شريحتين كاميرا 5 ميجا بكسل وكامل معاه كل الاكسسوار ومعاه شاحن بيت وشاحن عربيه وكل حاجه ومعاه جراب اسود. لو عايز جراب اي لون تاني ممكن حضرتك تبدله من اي اسم قريب منك. تصبح على خير. اطلع يا مدحت. النظام الجديد ده شكله واكل مع الناس قوي. الناس فعلا ابتدت تحب الحكومه. يا فندم بقى تحب الحكومه تكره الحكومه المهم انت تصالح الحكومه. تصالح الحكومه ازاي يعني؟ يعني مدام دينا يا فندم. يا فندم انا ليه عندك طلب ارجوك ما تكسفنيش فيه. خير يا مدحت. اسمح لي اتدخل ما بينك وبين مدام دينا. هتعمل ايه يعني؟ يعني اجيب المدام بتاعتي ونروح نقعد معاها ونقرب البعيد ونسهل الصعب كده يعني نعمل حاجات عشان نكسر حاجه يمكن. والله يا مدحت هو انا في العادي ما بحبش اي حد يتدخل في تفاصيل حياتي الشخصيه. عارف بس ما فيش مانع. ماشي. بس اهم حاجه إيه؟ تسمع كلامي بالحرف. تسلم لي خالص اللي اقول لك عليه تعمله. سيب لي نفسك كده. سيب لي نفسك. سيب لك نفسي؟ ايوه. انت بتخوفني منك ليه يا مدحت؟ ليه يا فندم بس؟ الله ده الواد الحرامي اهو. خد يلا. بقول لك ايه لا اطلع نشوف موضوع دينا ده. اه صح دينا. اطلع. حاضر. انا راجل تعبان عندي يا بابا وما استحملش. يا ساتر ده انت ولا اللي واكل كلب. يابا مش للدرجات دي يابا ما تزودهاش. انا مش بزودها انا بالذات خبره في حكايه العفونه دي. انت عارفه ابوكي معروف في المنطقه بنتامته فلما اقول لك انت ريحتك وحشه يعني الموضوع سيريوس سيريوس سيريوس. خلاص يابا افتح وانا هسيب لك البيت خالص. حبيب بابا بجد والله
هتسيب البيت؟ يا نهار اسود يابا، انت بجد عايزني ابات بره؟ تباتي بره البيت بدل ما نموت احنا جوه البيت. وبرضك ايه؟ اوعي تروحي تباتي عند الجيران، ده فيها قضيه. وتسمم اسره والتلفزيون بقى والجرايد. انت شوفي لك اي خرابه او بلاعه باتي فيها. افتح يابا وانا ماشيه خالص. بجد والله هتمشي؟ هتعملي كده وحتى رحمه امك؟ ماشي. انا شوفي انا هفتحلك، ها بس ما تخرجيش فجاه كده عشان الهب، ويعني عدي سبعه في سرك براحتك وخرج. ماشي. شفت بقى قبل سلمى ان في كفاءات في البلد اكتر من رجل العنابي؟ تسلم ايدك يا عصفور، ده انت رزعته حته قلم جاب سنانه كلها. لا شكرا على واجب قبل سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده كنت عايز اعرف رايك في الغنوه الجديده بتاعتي. طب ما تقرا الجرنان وانت تعرف رايي. لا انا احب اعرف الراي من صاحب الراي، اذر وايز الكلام يتغير. ماشي يا سيدي. بص بقى، والله يعني انا رايي في الغنوه انها قمه في الابتذال. بجد والله قبل سلمى الحمد لله يا رب، انا مبسوط قوي انها عجبتك. بقول لك قمه في الابتذال. بصي انا معاكي ان الوصول لقمه الابتذال شيء صعب، لكن الاصعب منه هو الحفاظ على الابتذال ذات نفسه. الواحد بيجتهد وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكرمه. اذا كان هو ده رايك ماشي. بقول لك ايه اخبار العنابي؟ مسحول والله قبل سلمى، دخول مدارس بقى وكده. ايه ده، هو متجوز وعنده محمد وجاكلين ما شاء الله؟ مش مهم، حتى لو متجوز شو الاخوان التاني؟ لا ما هو اصل العناب ده مش بتاع جواز، ده واد سكته شمال ومش بعيد يطلب منك العرفي. حتى لو ما طلبش العرفي برضه معاه. ده انت رخيصه قوي يا ابلة سلمى. نعم اقصد يعني ان هو رايه فيكي غير رايك فيه خالص. رايه في ايه يعني؟ رايه فيكي انك فنانه ولاسقه وغلسه وريحتك كثره كوكتيل زباله يعني. هو ده رايه فيا؟ الهي يا رب عدم عم هيصه، هو ده رايه فيكي. بس على السكه وعلى الدغري كده، مش عايزه تعرفي راي العبد لله فيكي ايه؟ لا رايي فيكي انك عامله زي حته الكيكه الطريه، عايزه تتعاصي في قلب الشوكولاته وتتاكلي اكل. يا سافر يا نعم. طب ما تستنى ونجيب حقنا. الله خسرت شبابك يا نتاشا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور بركه. اوبا بام بام مريم. الو الو، ايوه يا دكتور. مين معايا؟ مين معاك ده؟ ايه، انا نتاشا. نتاشا نتاشا نتاشا، مين نتاشا؟ مش واخد بالي. مش واخد بالك ده ايه؟ نتاشا نتاشا بنت هيثم جعجاع اللي انت ضيعت مستقبلها الله يخرب بيتك. نتاشا، ازيك يا نتاشا؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ عملي اسود ومزفت بطين على دماغي، الريحه اللي انت اديتها لي يا دكتور بكبرت وطفح في قلب الحاره، الناس مرميه يمين وشمال، ابويا يا دكتور طردني من البيت، مفيش حد راضي ان هو يقعدني عنده، ابوس رجلك يا دكتور الحقني حلها لي. لا ما تقلقيش، هي بتاخد وقتها وتروح لوحدها. شويه؟ شويه ده قد ايه يعني؟ يعني من 3 ل 4 سنين كده. يا سبتي 3 سنين ده ايه يا دكتور؟ بقول لك لو قعدت 3 ساعات الحاره اللي جنبينا تتخنق. ابوس رجلك شوفي حل. مفيش حل بقى غير المزيل بتاعها. احب على ايدك يا دكتور الحقني بيه، تعالى وهاتهولي. لا اجيلك فين وانا فاضيلك؟ انا قاعد شغال على مشروع عندي ومش هنزل دلوقتي، لما اجي نزل هبقى اكلمك. يلا باي باي يا نتاشا. لا 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 استنى بس. طب انا هاجي اخده، اجيلك فين؟ انا في المعمل هنا، لو عايزه تاخدي المزيل تعالي خديه من المعمل. طب هو فين المعمل ده؟ في البيت عندي. في البيت؟ والله يا جماعه انا مش عارفه اقول لكم ايه على مديكم ده. لا ما تقوليش حاجه يا فندم، انا جاي انا والمدير النهارده ومش متقطعين من هنا الا وانتم متصالحين. ايوه يا استاذ مدحت، بس بس ايه يا مدحت؟ احنا مش هنصغر نفسنا اكتر من كده يا مدحت، انت عارف ان انا ما رضيتش اقعد القعده دي غير لما انت بوست جزمتي. يا فندم اهدى شويه. مدام دينا، انت ما تعرفيش غلاوتك عنده شكلها ايه؟ اساليني انا. انا يا مدحت؟ ايوه يا فندم انت. انا؟ ايوه انت يا فندم. انت ناسي واحنا جايين في العربيه بتقول لي ايه؟ مدام دينا وحشتني، نظنيزو وحشني،
البيت وحشني، دور بقى اشتغل. ايوه انا قلت، بس انا قلت نظام وحشني. ودينا ودينا قلت دينا وحشتني جدا يعني. ده انت هتاخد حتة الدين على لما نخلص يا مدحت. مش مشكلة، بس اروح من غيرك. على فكرة يا استاذ مدحت، البيت اهدى كتير وهو مش موجود فيه، ونظام حالته النفسية تجنن، وانا عن نفسي مش ناقصني حاجة. والله ولا انا كمان ناقصني اي حاجة يعني. لو على الطبيخ انا بطبخ كويس جدا، ومدحت واسرته عاجبهم طبيخي جدا، ولو على الغسيل بيتهيألي ان الغسالة الفول اوتوماتيك اضعفت جدا من موقف الست في البيت. سوري يا مدام مدحت. طبيخ ده على اساس ان حضرتك بتكلم واحده مش عارفها. يلا يا مدحت. ايه ده؟ يلا يا مدحت، انت مش سامع بتتكلم ازاي يا مدحت؟ يلا يا فندم سامع، وحتى لو سامع هعمل مش سامع. خلينا نخلص من القعده اللي احنا فيها دي. ابوس ايدك. معلش يا مدام دينا، علشان خاطري انا اول مره اتدخل. ما تكسفنيش. والله انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس لو عايز يقعد يقعد. لا ابوس ايدك. ايه اللي مش عارفه تقولي لنا ايه؟ لو مش عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر العيال اللي في البيت اللي مش عارفين يعيشوا من تاثير بيه. اخص عليك يا مدحت، وانا اللي فاكر ان انا ضيف خفيف عندك في البيت. سكه سكه دي سكه، عشان ده سكه. كمل ده بقاله 3 ساعات بيلف بينا علشان يجيب لك هديه. ما تصدقهاش، على فكره هي اللي جايبها. بيهزر بيهزر. يلا يا تاثير بايه دي المدام الهديه عشان تبقى مبسوطه. يلا انا اصلا ما قلتلوش يعني امشي من البيت. ايوه بس انت قلتي ان انت هتمشي انت ونزار، وانا ما يرضينيش يعني ان مراتي تاخد ابني ويطلعوا بره بيتهم. قمه الشهامه معاكي راجل. قمه الشهامه. خلاص لو عايز يقعد يقعد. قمة الوفاء معاك ست. قمة الوفاء. ايوه يا مدحت، معاها راجل قمة الشهامة يا مدحت. شفت شفت يا استاذ مدحت بيعلي صوته ازاي؟ طب والله ما انا متكلمة الا لما يقوم. لا 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 ابوس ايدك يعني. يعني ايه غير اما اقوم؟ يا فندم اهدى، ابوس ايدك. احنا كنا ماشيين زي الفل والخطة كانت ماشية زي الحلاوة. تيسير بيه فضل انت ورا. انت جننت يا لك؟ انت ناس ان انت فيديو ولا ايه يا حيوان؟ ايوه انا عارف، دي سكه 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 عشان نلم الموضوع. ابوس ايدك ابوس ايدك، كنا ماشيين زي الفل علشان نخلص الموضوع زي ما انا عايز. اطلع استناني بره وانا هجيبها لك مقشره لغايه عندك. اطلع بره. ماشي يا مدحت، بس وحياه امك يا مدحت، يوم التلات ده مش هيعدي عليك زي اي يوم تلات عدى عليك في حياتك. بس روح روح. خلاص مشي مشي مشي، انتي تأموري واحنا ننفذ. خلاص عشان خاطرك انت بس يا استاذ مدحت، انا هنهي الموضوع بس ليا 3 شروط. انت يا بنت ريحتك صنام كده ليه؟ الدكتور بقى اقول الدنيا هيصنصخ على ريحتي عامله كده، ولما جيت اكلمه عشان اقول له يشوف بقى يصرفني. مش قادره اقول لك مش قادره اقول لك. قال لي ايه يا عصفور؟ قال لك ايه يا بنت بدل ما اسيبك تحت؟ قال لي اروح له البيت عشان المعمل هناك هو اللي هيديني المزيل. يا شيخه خضتيني، انت ما تروحي له وتريحينا من ريحه الرنجه اللي انت فيها دي يا بنت. يا نسبتي عصفور، يعني انت عادي كده لو رحت له البيت؟ انا مش عارف انت قلقانه من ايه، ده حتى بيته فخم ياما وعنده حته قرده يا بت يا ناتاشا زي العسل. نهارك اسود ومنيل بنيله، ده ابويا لو عرف كان دبحك ودبحني ودبحه في ساعه واحده. خلاص لو المشكله في ابوكي روحي وانا مش هجيب له سيره. تصدق بقى انك راجل ناطق. عايزه ايه يا بت؟ وحياه امي عايزه ايه؟ وقصص النكد يا بنت الرنجه بريحتك دي. يتكسر عليك. عارفه تاشير دماغه متركبه غلط. ربنا يسهل. طمني. سهله. لخص لك الموضوع في 3 شروط. 3 شروط ايه يا مدحت؟ اهدى بس اهدى. اولا اي حاجه تخص النظام بيه انت مالكش دعوه بيها، هو مسؤوليه المدام. خلي المدام تلبسه. اللي بعده. يلا. ثانيا مش عارف اقولها له ازاي. يعني حضرتك والمدام يعني كل واحد في اوضه، مش هتتقابلوا خالص. لا دي مش فارقه مدحت، يعني من غير ما ادخلك في تفاصيل. ها كمل. من غير تفاصيل واضحه. ثالثا بقى ودي الاهم، عاوزك هادي من غير عصبيه. المدام شايفه انك لازم تبقى رياضي شويه وتخس. نعم العب رياضه واخس؟ دي الجنانه دي ولا ايه يا مدحت؟ طب ايه رايك يا مدحت ان انا لا هلعب رياضه ولا هخس وهرجع لها؟ وهتشوف بقى تيسير فهمي لما يعند. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، ولادي من سن 6 سنين حتى 20، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الفيل عبد الفيل.
انا جاي لكم النهارده ومش محضر اي حاجه، انا عايز اتكلم معاكم كده من غير تحضير، من القلب للقلب، واللي بيطلع من القلب بيسكن القلب، واللي بيطلع من اللسان ما بيعديش الودان. عشان كده انا رفضت واصريت على الرفض اني اخد اي ورقه من فريق الاعداد، ولو مش مصدقني اسالوا سلمى. حصل ولا لا يا سلمى؟ حصل يا بيه. ده تعالى يا سلمى، تعالى قربي وقولي هنا لحد يطلع يقول لنا مركبين صوت ولا عاملين فوتوشوب ولا بتاع. قربي وقولي. على فكره سلمى من النهارده هتبقى المتحدثه الرسميه باسم حزب الصراحه راحه بدل بهجت. الواد بهجت غلبان وانا ناوي ارجعه ان شاء الله اول ما يخف. سلمى قولي للساده المشاهدين ايه اللي حصل بيننا دلوقتي وانا جاي، انا قلت لك ايه وانت قلت لي ايه؟ قولي يا سلمى قولي. بصراحه السيد صريح ما رضاش ياخد منا كفريق اعداد اي حاجه من اللي احنا محضرينها. وفي حاجة تانية برضو أنا عايزة أقولها. حاجة تانية إيه؟ هو برضو يعني هو هيزعل مني شوية، بس هو وإحنا جايين النهاردة السيد صريح برضو لقى شحات واداله 50 جنيه. ليه يا سلمى؟ ليه يا بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب، ليه تضيع الثواب اللي انا عملته؟ الناس يقولوا علينا ايه دلوقتي؟ منك لله، حرقت دمي يا شيخ. روح روح اعملي لي كوبايه شاي. انا؟ ايوه انت بتاع البوفيه، اي حد مفيش حاجه يعني، احنا اسره واحده ولازم نخدم بعض عادي، والساده المشاهدين عارفين كويس ان احنا اسره واحده وهم ضيوفنا. اقسم بالله لو حد من الساده المشاهدين طلب مني كوبايه شاي لا اروح اعملها له بنفسي واوديها له لغايه البيت، اقسم بالله. الله، احنا كلنا اسره واحده، الساده المشاهدين عارفين ان احنا بنتكلم بحياديه وانسيابيه وتلقائيه. يلا روحوا ريحوا شويه بس ما تتاخروش عليا، ارجعوا بسرعه عشان تلحقوني. فاصل شاي ونواصل.